الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا very much. So the message of the exhibition is like the title, Colors of Hope and Healing, because we wanted to show that Philippines and Syria can work together to provide techniques for hope and healing through health. So we did some inner compassion, self-compassion exercise, meditation, we did physical exercise, and we wanted to make people experience that not only the body is healthy, but also the heart and the mind and the spirit. So we used the art techniques to make sure that everyone, despite the hurt, the pain that they experience, even during the conflict, that they would have the feeling of hope and happiness after the art exercise. Thank you. الفكرة من خلال هذا المعرض اللي نحن عملناه اليوم هو إنه يكون عنا نحاول نوصل رسالة إنه خلال الفن نحن بنقدر نتعالج مثل ما بيقول العنوان المعرض اللي هو ألوان الشفاء والأمل. نحن عم نحاول من خلال هذا المعرض نحاول نحس بالأمان الداخلي والأمان النفسي لكل المشتركين، لأنه مو بس الصحة العقلية اللي هي مهمة، كمان مو بس عفوا الصحة الجسدية اللي هي مهمة، كمان الصحة العقلية، مو بس الشيء الظاهر كمان في الشيء الباطن. So in 2009, the president of the Philippines back then, Gloria Macapagal Arroyo, signed the cultural cooperation agreement between Philippines and Syria. And it is a broad agreement covering education, art, science, technology, cinema, books, literature, and today, visual arts. So for this one, we also want to pursue other projects under the cultural cooperation agreement, not just with visual art, but all the different fields where we can enhance sharing of Philippine and Syrian culture. Thank you. عام 2009 اجت رئيسة الفلبين على سوريا ووقعت 14 اتفاقية بين البلدين، منهم بالمجال الثقافي، مجال الدراسة، بالمجال الاقتصاد، واليوم مثل ما نحن شاهدين بالفنون المرئية. تمام، نحن ان شاء الله بنحاول بالمستقبل انه نعمل معارض فنية ثانية وخلال تعاوننا مع وزارة الثقافة ووزارة الخارجية والمختبرين ان شاء الله. So I think for this one it's my first time to see the Syrians learn from my art education series. So I saw that the Syrian participants learned very fast and the international participants were also following the directions very easily, as well as the Filipino citizens, since we were able to conduct it in three languages, in Filipino, English, and Arabic. And I think the most important is they communicate from the heart, that they paint from their spirit, and they paint with the emotion that they want to convey. So I think the difference between Philippines and Syria is just the name, because the people are the same all over the world. They all have the same heart, the same desire to be united as one people. أنا ما لاحظت أي فرق من خلال هي أول مرة إلي بسوريا لما بعمل معرض فني مثل هذا الشيء، والمواطنين السوريين اللي كانوا موجودين كانوا نادي دبلوماسي أو غيرهم أو دغري تعلموا مني الطريقة اللي أنا تعلمت فيها في الفلبين. حتى أعضاء النادي الدبلوماسي اللي هن من عدة دول كنا عم نحكي حتى الجالية الفلبينية بالعربي بالإنجليزي بالفلبيني. فالفكرة من هذا المعرض إنه نحن نحاول نطلع الشيء اللي بقلبنا شو من كان التكنيك نحاول نصبه من خلال هذا اللوحات. الفرق الوحيد بين التكنيك الفلبيني والسوري هو بس الاسم. نشارك في هذه الفعالية التي نظمت بالتعاون ما بين وزارة الخارجية وسفارة الفلبين في الجمهورية العربية السورية من أجل الإضاءة على أهمية النساء بشكل خاص في خلق الإبداع والإضاءة على الأمور التنموية.
والبرامج ذات الصلة بتمكين النساء. شاركنا في هذا النشاط من خلال دعمها ومن خلال قيام مجموعة من الزميلات برسم لوحات تعبر عن معاناة وأفق النساء. إن استخدام الألوان أمر ضروري للتعبير عن أولويات النساء في سوريا، وتكون فرصة للتعبير عن أفقهم وتطلعاتهم. نشكر التلفزيون لنا وللإضاءة على هذا النشاط المهم، ونشكر حكومة الجمهورية العربية السورية وسفارة الفلبين. وكما تعمل تعلمين فمن لون واحد يمكن أن أرسم الربيع وأرسم الصيف وأرسم الشتاء وأرسم الخريف، وهذا يعتمد بشكل كبير على نفسية وتطلعات الشخص الراسم والمهني بهذا الشأن. شكرا جزيلا لك. هذا وتضمن المعرض على لوحات لأكثر من 50 فنانا من أكثر من 11 دولة، سواء من الجالية الفلبينية أو من أعضاء النادي الدبلوماسي السوري أو ممثلي سفارات عدد من الدول كفنزويلا وبنغلاديش وصربيا، بالإضافة إلى ممثلين من صندوق الأمم المتحدة للإنماء الإسكاني. يعني بتعرفي مرت سوريا بحرب أكثر من 11 عاماً، فأكيد نفسياً ما في واحد منا ما تضرر وما عانى وما يعني حصل شيء يعني غير نحن راضين عنه وشعرنا ما لنا أنفسنا. فكانت اليوم الفعالية هي عبارة عن رسومات لسيدات سوريات نظمتها السفارة الفلبينية مع UNFPA منظمة السكان ووزارة الثقافة طبعا. فتقريبا منذ أسبوعين كانت هذه الفعالية، فاجتمعت السيدات في بيت السفير الفلبيني ونظموا ورشة عمل للرسم واستعمال الألوان في الشفاء، وخصوصا مثل ما حكينا أنه نحن مرينا بظروف صعبة خلال هذه الفترة. فمشكورة السفارة الفلبينية وعلى رأسها السيدة فيديا اللي نظمت هذه الفعالية الجميلة. طبعا أغلب السيدات اللي شاركوا ما عندهم أبدا أي تجربة مسبقة بالرسم، وأنا واحدة منهم. فطبعا كان في توتر وكان في خوف وكان في حكم مسبق على أنه كيف رح نرسم، لكن بعد كانت السيدة فيدا مجهزة حصة من التأمل ساعدتنا فيها، فشعرنا بعدين بالراحة النفسية وبدأنا نستخدم الألوان بطريقتنا وشعرنا أنفسنا، ولم نعد نهتم بالأحكام المسبقة لا من قبل الآخرين ولا من قبل أنفسنا على الموضوع اللي رح نرسمه. فرسمنا بكل راحة واستخدمنا الألوان، وكانت يعني جلسة ممتعة وأنتجنا الكثير من اللوحات. هاي اللي بتشوفيها جميلة اللوحات، وهي اللوحة على فكرة هي إلي، هي اللي هون، فأنا راضية عنها طبعا كوني يعني لست فنانة أول مرة طبعا، بس يعني شعرت إنه هذا من إنتاجي الشخصي، فأعطتنا أكيد رضا عن الذات ومتعة وسعادة. بالطبع يعني هي ليست المرة الأولى التي نتعاون فيها ثقافيا مع باقي السفارات موجودة في دمشق، ولكن هي المرة الأولى تعاون ثقافي مع السفارة الفلبينية ممثلة بالسيدة فيدا ثريا السفيرة الفلبينية النشيطة حقيقة، وهي أيضا فنانة تشكيلية. أقامت ورشة فنية في مقر إقامتها في دمشق لمجموعة من أعضاء النادي الدبلوماسي السوري، لمجموعة من أعضاء السفارة، وأيضا مجموعة من موظفين الأمم المتحدة المقيمين في دمشق تحديدا منظمة السكان. الهدف من هذه الورشة هي أن تعطي رسالة بأن الفن هو حتى لمن لا يملك الموهبة، ولكن هو وسيلة علاجية، وسيلة تعبير عن مكنونات الداخل، وهو أيضا هو وسيلة أيضا للتأمل مديتيشن، وهي تؤمن بذلك من خلال خلط مجموعة من الألوان حسب رغبة كل مشارك في هذه الورشة الفنية. واليوم هي محصلة هذه الورشة كما تشاهدون وسيشاهد الجمهور شاشتكم الكريمة، مجموعة من اللوحات ما يقارب حوالي 100 لوحة، ما يقارب مجموعة من
الميكست كلر او مجموعه من الالوان الممزوجه. طبعا الهدف ان تصل هذه الرساله بانه اي شخص يستطيع ان يمارس هذا العلاج البسيط والغير مكلف من خلال التعبير لونيا. طبعا يسعدنا ان يكون ايضا هناك تعاون ثقافي مع السيده فيدا ثريا السفيره الفلبينيه في دمشق ان شاء الله. طبعا هي فكره جديده ان يكون هناك معرض لهذه الورشه التامليه انجاز التعبير. طبعا مركز ثقافي ابو رمان يوميا لديه فعاليات ولدينا حضور يومي لا يغلق ابوابه من الصباح حتى المساء، وهي فرصه ان يقام هذا المعرض على مدى هذا الاسبوع حتى نهايه هذا الاسبوع، ودعوه لجميع المشاهدين ان يحضروا هذا المعرض المميز خلال ساعات النهار.